بين المواطنين والبلدية بخصوص التراخيص وبعض الملاحظات. عطول التغريد. البلدية طبقت الحين القانون، احنا مستانسين على التطبيق هذا، لكن اذا ما طبقوا الحين متى راح يطبقوا؟ يمكن الحين صاروا مستعجلوا فيها وما في تنسيق وما في شغلات، بس الحمد لله احنا طبقوا الشيء هذا، وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل، اللي وراها تكون افضل ان شاء الله. احسن من يكون ما في نهائيا مره. صحيح. البلديه هالسنه هذه، البلديه طول عمرها اوكي، هالسنه تحدث المواطن، هالسنه بالذات تحدث المواطن، سوت عناد، انا ما اتكلم عليكم انتم، انا اتكلم عن الرؤوس الكبار. اوكي، عاندت العالم غصب انه لا انا بسوي بطبق، تبي ولا لا؟ اوكي، ولا هالامور هذه يبي لها فتره تنتشر ولا تنتشر؟ شوف البر، شوف البر، شوف زين، طالع البر. والله عارف النظافه، انا واحد من الناس معك المؤمنين، معك المؤمنين، قسما بالله معك. الله يكرم، الله يكرم، كله مزبله المخيمات. صحيح. اوكي، مع التامين تشيل المخيمات وتجي تنظف من بعدك، او انت تنظف مكانك ونجي تشوف برا، يعني الواحد انا مع التامين والله يا اخوي، مع التامين شايف شلون، مع النظافه ومع الرسوم. زين، قاعد يعني يقول لك الحين انا جيت حتى الرجال قلت هذا، قلت له ممنوع، قلت اشيل، لا لا قلت اشيل الزباله على حسابي، لا لا قلت اكودها شيلها. بس احنا نجمعون الانقاض كلها على جنب، قاعد تجي البلديه تشيل الانقاض كلها من كل مخيم قاعد تشيل. ترى هذه مو سلبيه، ايجابيه، لم يكن هناك حديث راقي وتحاور ما بين المواطن وبين المسؤول. الكويت تبقى حلوة في الحوار، لكن في مسؤولين، والله العظيم في مسؤولين ودك، ولا خلونا نتحاور، يتسالف ببالي.